أجرأ على الموت منا، وقد عزمت أمري. أسمعوا وأطيعوا. أتسمع بفاتورة الثقة المفرطة؟ تلك الفاتورة التي سيدفعها قائد الجيش الإسلامي في هذه المعركة عندما يمزق الفيل أوصاله. هذه المعركة ربما هي أول هزيمة للمسلمين على أيدي الفرس، بعد أن كانوا ينتقلون من نصر إلى نصر ومن فتح إلى فتح. ولكن ما الذي حدث بالفعل؟ وكيف خدع الفرس المسلمين هذه المرة؟ أو الأصح، كيف غدروا بهم؟ ولماذا ولى عمر بن الخطاب أبا عبيد الثقفي أميراً على الجيوش رغم وجود القائد الضرغام المثنى بن حارثة؟ هذا اليوم من أقسى الأيام على المسلمين في تاريخهم، يوم ظل يؤرق عمر طوال حياته بعد ذلك. هذا اليوم ظن الفرس أنهم كسروا المسلمين كسرة لن يقوموا بعدها قط، ولكن هيهات. وكيف انتقم الفاروق بعد ذلك من الفرس؟ هذا ما سنعرفه اليوم إن شاء الله. وقبل أن ننطلق، أدعوك للاشتراك في قناة أسطر والضغط على زر اللايك تشجيعا لنا وحتى يصلك كل جديد. بعد أن انتصر المسلمون في معركة النمارق، انتصروا أيضا في موقعة السقاطية على نورتي، وكان قد ثار في تلك المنطقة وهو من الفرس أيضا، وكان رستم قد أرسله، ولكن أبا عبيد لم يمهله وتوجه إليه وانتصر عليه في 12 من شعبان في سنة 13. وبعدها بخمسة أيام تقدم أبو عبيد إلى بقسياثة بالقرب من بابل وانتصر على الجيوش الفارسية بقيادة الجالينوس وهو من كبار قادة الفرس. ثم انسحب أبو عبيد بجيشه إلى الحيرة وأخذ يدبر الأمر ويوزع الحاميات، واتخذ الحيرة مركزا له. تعجب رستم كثيرا وأصابته الحيرة والدهشة مما يحدث، إذ كيف ينتصر هؤلاء بعد غياب خالد بن الوليد ومعه نصف الجيش؟ ينتصرون على الفرس في ثلاث مواقع متتالية في تسعة أيام فقط. فقال رستم: من أشد الفرس على العرب؟ فقالوا له: بهمن جاذويه، وكان أحد كبار قادة الفرس، ولم يشترك في الحروب مع المسلمين حتى هذه اللحظة. فقال رستم: إذن فهو القائد. وبذلك أعطى رستم إمرة الجيوش الفارسية لبهمن جاذويه، وأخرجه مع جيش كبير يزيد على 70,000 فارسي، وأرسل مع هذا الجيش أكثر من 10 أفيال. ونحن نعرف ما كان يثيره فيل واحد في صفوف المسلمين من فزع وهلع، لأن الخيول لا تجرؤ على مواجهة الأفيال، فكانت تحدث ارتباكا داخل صفوف الجيش المسلم، فما بالنا بعشرة أفيال. وأعطى رستم لبهمن جاذويه أيضا راية الفرس العظمى، وكانت تسمى دارفين كابيان، وكانت هذه الراية لا تخرج إلا مع الملوك، ولكنه أخرجها معه تشريفا لهذا الجيش وتشجيعا له على حرب المسلمين. وكان كسرى فارس في هذه اللحظة بوران بنت كسرى، وكانت من أحكم سيدات فارس، ولم يكن عندهم حينئذ رجل من آل ساسان يوكلون إليه ملك فارس، وكان شيراويه قد قتل كل رجال آل ساسان ليستأثر هو بالحكم، ولكنه قتل أيضا، وآل الملك إلى تلك المرأة بعد ذلك. توجه الجيش الفارسي بهذه الجموع الجرارة لقتال المسلمين، وعلم أبو عبيد بذلك فتوجه بجيشه إلى منطقة في شمال الحيرة تسمى قس الناطف، وعسكر بجيشه في هذه المنطقة انتظارا لقدوم جيش الفرس. وقدم الفرس ووقفوا على الجانب الآخر من نهر الفرات، فالمسلمون على الناحية الغربية والفرس على الناحية الشرقية بقيادة بهمن جاذويه، وكان بين الشاطئين جسر عائم أقامه الفرس في هذه الآونة للحرب. وكان الفرس مهارة في بناء هذه الجسور، وأرسل بهمن جاذويه رسولا إلى الجيش الإسلامي يقول له: إما أن نعبر إليكم وإما أن تعبروا إلينا. وهنا لابد أن نذكر نصيحة عمر بن الخطاب إلى أبي عبيد قبل أن يخرج إلى القتال، فقال عمر: لا تفشين لك سرا، لأنك مالك أمرك حتى يخرج سرك من بين جنبيك.
ولا تحدثن أمرا حتى تستشير أصحاب رسول الله. لكن أبا عبيد لم يشاور وقال والله لا أتركهم يعبرون ويقولون إنا جبن عن لقائهم. واجتمع الصحابة على عدم العبور إليهم وقالوا له كيف نعبر إليهم وتقطع على نفسك خط الرجعة فيكون الفرات من خلفك. وقد كان المسلمون وأهل الجزيرة العربية يجيدون الحرب في الصحراء، ودائما كان المسلمون يجعلون لأنفسهم خط رجعة في الصحراء، وإذا حدثت هزيمة يستطيع الجيش أن يرجع إلى الصحراء ولا يهلك بكامله. ولكن أبا عبيد أصر على رأيه بالعبور، وذكره أصحابه بقول عمر بن الخطاب أن استشر أصحاب رسول الله. فقال أبو عبيد والله لا نكون عندهم جبناء. وهذا كله يحدث أمام رسول الفرس الذي استغل الفرصة ليثير حمية أبي عبيد، فقال إنهم يقولون إنكم جبناء ولن تعبروا لنا أبدا. فقال أبو عبيد إذا نعبر إليهم. وسمع الجنود وأطاعوا، وبدأ الجيش الإسلامي يعبر هذا الجسر الضيق للوصول للناحية الأخرى التي يوجد بها الجيش الفارسي. ونلاحظ في هذا الموقف أن الجيش الإسلامي يدخل في منطقة محصورة عند نهر الفرات، ولو دخل المسلمون هذا المكان فليس أمامهم إلا القتال مع الجيش الفارسي. والفرس يدركون أهمية هذا الموقع جيدا، فأخلوا مكانا ضيقا ليعبر المسلمون إليهم، ويتكدس الجيش الإسلامي في منطقة صغيرة جدا. ويرى المثنى بن حارثة ذلك ويعيد النصيحة لأبي عبيد قائلا له إنما تلقي بنا إلى الهلكة، ويصر أبو عبيد على رأيه. وعبر الجيش الإسلامي بالفعل إلى هذه المنطقة، وكان مع الفرس كما ذكرنا 10 أفيال، منها الفيل الأبيض وهو أشهر وأعظم أفيال فارس في الحرب، وتتبعه كل الفيلة، إن أقدم أقدموا وإن أحجم أحجموا. وتقدمت الجيوش الفارسية يتقدمها الفيلة إلى الجيش الإسلامي المحصور بين نهري الفرات ورافده نهر النيل، وتراجعت القوات الإسلامية تدريجيا أمام الأفيال، ولكن خلفهم نهرين، فاضطروا للوقوف انتظارا لهجوم الفيلة وقتالها. وكانت شجاعة المسلمين وقوتهم فائقة ودخلوا في القتال، ولكن الخيول بمجرد أن رأت الأفيال فزعت وهربت، وكانت سببا في إعاقة إقدام المسلمين على القتال. وعادت الخيول إلى الوراء وداهمت مشاة المسلمين، ولم تفلح محاولات المسلمين لإجبار الخيول على الإقدام لعدم تمرسها على مواجهة الأفيال. وفي هذه اللحظة وبعد أن أخطأ أبو عبيد في إفشاء السر أمام رسول الفرس، وأخطأ في العبور مخالفا مشورة أصحاب الرسول، وأخطأ باختياره هذا المكان للمعركة، كان لابد عليه أن ينسحب بجيشه سريعا من أرض المعركة، كما فعل خالد بن الوليد في معركة المذار عندما علم أنه سيكون محاطا بجيش من الجنوب، فانسحب سريعا بجيشه حتى يقابل جيش الأندرزيجر في الولجة. لكن أبا عبيد استقتل وقال لأقاتلن حتى النهاية. وإن كانت هذه شجاعة فائقة منه، فإن الحروب كما تقوم على الشجاعة لابد أن يكون هناك حكمة في التعامل مع الحدث. وبدأت أفيال الفرس تهاجم المسلمين بضراوة، وأمر أبو عبيد أن يتخلى المسلمون عن الخيول ويحارب الفرس جميعا وهم مشاة، وفقد المسلمون بذلك سلاح الخيول وأصبحوا جميعا مشاة أمام قوات فارسية مجهزة بالخيول والأفيال. واشتد وطيس الحرب ولم يتوانى المسلمون عن القتال، وتقدم أبو عبيد وقال دلوني على مقتل الفيل كما قال من قبل المثنى بن حارثة. فقيل له يقتل من خرطومه، فتقدم ناحية الفيل الأبيض بمفرده، فقالوا له يا أبا عبيد إنما تلقي بنفسك إلى التهلكة وأنت الأمير. فقال والله لا أتركه إما أن يقتلني وإما أن أقتله. وتوجه ناحية الفيل وقطع أحزمته التي يحمل فوقها قائد الفيل، ووقع قائد الفيل وقتله أبو عبيد، ولكن الفيل لا يزال حيا وهو مدرب تدريبا جيدا على القتال. وأخذ أبو عبيد يقاتل هذا الفيل العظيم، ويقف الفيل على قدميه الخلفيتين ويرفع قدميه الأماميتين في وجه أبي عبيد، ولكن أبا عبيد لم يتوانى عن محاربته ومحاولة قتله. وعندما شعر بصعوبة الأمر أوصى من حوله إن أنا مت فإمرة الجيش لفلان ثم لفلان ثم لفلان، ويعدد أسماء من يخلفونه في قيادة الجيش. وهذا أيضا من أخطاء أبي عبيد، لأن أمير الجيش يجب أن يحافظ على نفسه
ليس حبا في الحياة ولكن حرصا على جيشه وجنده في تلك الظروف، وليس الأمر شجاعة فحسب، ولأنه بمقتل الأمير تنهار معنويات الجيش وتختل الكثير من موازينه. ومن الأخطاء أيضا أن أبا عبيد أوصى بإمرة الجيش بعده لسبعة من ثقيف، منهم ابنه وأخوه والثامن المثنى بن حارثة، وكان الأولى أن يكون الأمير بعده مباشرة المثنى أو صليط بن قيس، وهذه كانت وصية عمر لأبي عبيد. واصل أبو عبيد قتاله مع الفيل وحاول جاهدا قطع خرطومه، لكن الفيل عاجله بضربة فوقع على الأرض، وهجم عليه الفيل وداسه بأقدامه فمزقه أشلاء، وكان موقفا صعبا على المسلمين حينما رأوا قائدهم يقتل هذه القتلة البشعة. وتولى إمرة الجيش بعده مباشرة أول السبعة، ويحمل على الفرس ويستقتل كذلك ويقتل أيضا، وكذا الثاني والثالث وهكذا. وقد قتل في هذه المعركة ثلاثة من أبناء أبي عبيد، كان أحدهم أميرا على الجيش، وقتل كذلك أخوه الحكم. ثم أتت الإمرة للمثنى بن حارثة، والأمر كما نرى في غاية الصعوبة، والفرس في شدة هجومهم على المسلمين، وخرق الفرس المسلمين بالنشاب والرماح وعض المسلمين الألم. وفي هذه اللحظة بدأ بعض المسلمين في الفرار عن طريق الجسر إلى ناحية أخرى، ولكن أخطأ أحد المسلمين خطأ جسيما آخر، فذهب عبد الله بن مرثد وقطع الجسر بسيفه، ثم قال: والله لا يفر المسلمون من المعركة، فقاتلوا حتى تموت على ما مات عليه أميركم. فاستأنف الفرس القتال مع المسلمين، ويزداد الموقف صعوبة، وأتي بالرجل الذي قطع الجسر إلى قائد الجيش المثنى، فضربه المثنى وقال له: ماذا فعلت بالمسلمين؟ فقال: إنما أردت ألا يفر أحد من المعركة. فقال المثنى: إن هذا ليس بفرار، ليس بفرار. وبدأ المثنى بقيادة حركة الجيش المسلم المتبقي بعد الهجمات الفارسية القاسية والشديدة، وذكر أنه قال لجيشه محمسا لهم: يا عباد الله، إما النصر وإما الجنة. ثم نادى على المسلمين في الناحية الأخرى أن يصلحوا الجسر ما استطاعوا، وكان مع المسلمين بعض الفرس الذين كانوا قد أسلموا وكانوا ذوي قدرة على إصلاح الجسور، فبدأوا يصلحون الجسر من جديد. وبدأ المثنى يقود إحدى العمليات الصعبة، وهي عملية انسحاب في هذا المكان الضيق أمام القوات الفارسية الشرسة، فأرسل إلى أشجع المسلمين واستنفرهم وقال لهم: يقف أشجع المسلمين على الجسر لحمايته. فتقدم لحماية الجسر عاصم بن عمرو التميمي وصليط بن قيس وسيدنا المثنى، ووقف كل هؤلاء ليقوموا بحماية الجيش أثناء العبور ويحموا الجسر لئلا يقطعه أحد من الفرس. ويقول المثنى في هدوء غريب: أيها الناس، إنا دونكم حتى نحمي وجوهكم وظهوركم، فأبروا الجسر على مهلكم. ويبدأ المسلمون في الانسحاب واحدا تلو الآخر، ويقاتلون حتى آخر لحظة، وتكسو الدماء كل شيء، وتكثر جثث المسلمين ما بين قتيل وغريق في النهرين، ويكون آخر شهداء المسلمين على الجسر هو سويد بن قيس أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر من عبر الجسر هو المثنى بن حارثة، فقد ظل يقاتل حتى اللحظة الأخيرة، ويرجع بظهره والفرس من أمامه، وبمجرد عبوره الجسر قطعه على الفرس، ولم يستطع الفرس العبور إلى المسلمين، وعاد المسلمون أدراجهم ووصلوا إلى الشاطئ الغربي من نهر الفرات. وكما نعرف فالفرس لم يكونوا يقاتلون بالليل، لذا تركوا المسلمين، وكانت فرصة للجيش الإسلامي لكي ينجو منسحبا إلى عمق الصحراء، لأنه لو ظل في مكانه لعبر إليه الجيش الفارسي في الصباح وقضى على من تبقى منه. في هذا الوقت كان قد فر من المسلمين 2000، ومنهم قد وصل في فراره إلى المدينة، واستشهد قرابة 4000 مجاهد، ما بين صريع في القتال وغريق في النهر، ومن هؤلاء الشهداء غالب أهل ثقيف، والكثير ممن شهد بدرا وأحدا والمشاهد مع رسول الله. وكان الأمر شديدا على المسلمين، وقد تمكن المثنى بن حارثة من استدراك الأمر في النهاية، فما كان لمن نجا أن ينجو من هذه المصيدة المحكمة التي أعدها الفرس للمسلمين، وكان للمثنى كفاءة حربية منقطعة النظير. كانت معركة الجسر أول معركة يخسرها المسلمون أمام الفرس، وتعد تجربة حية في حروبهم لإثبات قيمة كفاءة القيادة، إذ إن الإيمان والشجاعة وحدهما لا يكفيان لتحقيق الانتصار. إن الحماس المجرد الذي أبداه أبو عبيد قبل بدء القتال لا مكان له في المعارك، إذ لم تسانده أسس صحيحة وتخطيط سليم. وافتقد أبو عبيد إلى عنصر الأمن حين حشره بهما جاذويه في مكان ضيق،
وحرمه من حرية الحركة والانتشار الضروريين لخوض معركة ناجحة. وعلى الرغم من تفوق الفرس في القتال، فإنهم لم يتمكنوا من أسر أحد من المسلمين، مما يدل على أن المقاتل المسلم احتفظ بمميزاته في أشد المواقف حرجا وشدة، وظل يقاتل حتى آخر رمق. ولا شك بأن ثبات المسلمين في القتال كان من العوامل التي دفعت الفرس للعودة إلى المدائن، وكان لهذه المعركة أن تدور بطريقة أفضل لو أن أبا عبيد استجاب لنصيحة مستشاريه وتذكر نصائح الخليفة عمر، فأضاعت هذه المعركة مكاسب المعارك السابقة، ولكن إلى حين، وجعلت الحرب سجالا بعد أن كانت سلسلة متصلة الحلقات من الانتصارات المتعاقبة. وأضحى استمرار التقدم مستحيلا بعد هزيمة المسلمين في معركة الجسر دون إدخال إمدادات جديدة إلى المعركة، إذ إن الآلاف القليلة الذين نجوا من المعركة واستمروا بالتواجد على أرض العراق شكلوا أصغر قوة إسلامية منذ بدء الفتح، فضلا عن إثخانهم بالجراح. فلا بد من الخليفة عمر أن يمدهم بالمدد حتى تستمر الفتوحات الإسلامية في الجبهة العراقية.